يستاهل الفوز، والناموس المركز الثاني ايضا من وصل نجران لبطشان بن صالح اليامي، والمركز الثالث لابن عبيد من وصل في ثالث المراكز. هنا هذا الشوط ومن ميدان الشحانية نقلنا لكم صورة تفصيلية عن ميدان الطائف، ونعود مباشرة إلى ميدان الشحانية وانطلاقات ميدان الشحانية وختام الطائف في هذا اليوم وبدايته. وهنا يبتدي آخر التأهيلات لهذا المركاض ومركاض مهرجان السلامة، سلامة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني رئيس اللجنة المنظمة، ونتمنى له السلامة التامة أبو عبد الله وما يشوف شر إن شاء الله. وهذا المركاض بمناسبة سلامته أيضا، وهذه السيارات المقدمة والإشراف من أيضا سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني ايضا من يقوم بالاشراف، وايضا سعود بن جابر البريدي في المتابعه. وهذا الشوط ونتابع واياكم الشوط الحادي عشر لابكار المشتركات، ونتابع المقدمه، نتابع الصداره، نتابع الحاكمه لمحمد بن ناصر بن نايله المري على المركز الاول، ولكن المركز الثاني شعار المنخس، شعار بن كردي متواجد على المركز الثاني ايضا هناك مع ايضا الناويه لمحمد بن كردي المنخس. والمركز الثالث القدوم مع المركز الثالث توافيك الدكتور عبد الله بن مطر الضابط الدوسري على المركز الثالث. المركز الرابع والقدوم هناك مع ايضا الشاهينيه جابر بن علي بن جرحف المري، ولكن الله يا سلام يا بن نايله، يا سلام يا بن نايله، ابن نايله مع المقدمه، وبن نايله هناك محمد بن ناصر بن نايله المري مع الحاكمه، الحاكمه على المركز الاول وعلى مقدمه هذا الشوط، بن كردي على المركز الثاني، المركز الثالث شعار بن محميد، ولكن الحاكمه، الله يا الحاكمه، الله يا الحاكمه، سلام سلام يا بن نايله، سلام سلام لمحمد بن ناصر بن نايله المري على فوز الحاكمه في هذا الشوط، من تنتزع هذا الشوط، وسلام بن نايله، سلام سلام لمحمد بن ناصر بن نايله، والتهاني الى عماش بن ناصر بن نايله المركز الثاني. هنا ايضا الناوي لمحمد بن كردي المنخس المركز الثالث، المركز الثالث بلشه لعلي بن راشد بن جهيم، والتوقيت الزمني ساعه الوصول دقيقتين 13 ثانية 19 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر النايلة على انتزاع الحاكمة لهذا الشوط، تهانينا لأبو ناصر على هذا الفوز، وساعة وصول الحاكمة أمام خط النهاية.